Okay, today let's design a sequence recognizer together. So we're going to design a sequence recognizer that recognizes the sequence. Using T flip-flop, what type of JK? JK flip-flop. Okay. So I told you, and the first step to design a state diagram for this is simply just to say, okay, I will have a first state A that goes into state B if I get an input equal to zero. But then if I get the input X, you say with zero. So I'm gonna assume inputs X, outputs Z. And then if I get zero again, I move to state C. And then if I get one, I move to state D. And then if I have zero, I move to state E. And then if I have zero again, I move to state F. Okay, so this is the first step. It's easy. You just follow the sequence and make sure. And here, of course, at the end, once I reach this state, I will get the output Z is equal to 1. في كل الحالات الأخرى, Z is equal to 0. Okay, لاحظ الحين I used what is called the Moore type. Moore type design. إنه الأوتبوت مربوط بالستيت. But ممكن السؤال يقول لك لا أبغى أباك تستخدم ميلي تايب. ميلي تايب ديزاين. So ميلي تايب معناته الأوتبوت مربوط ب الأوتبوت مربوط ب كده الانبوت يعني على 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 السهم. فx يساوي 0 هنا z يساوي 0. اوكي x يساوي 0 z يساوي 0. x يساوي 1 z يساوي 0. x يساوي 0 z يساوي 0. هنا اخر واحده لما خلصنا سيكونس 0 0 1 0 الحين z يساوي 1. معناته we don't need this state الاخرانيه هذه, we don't need. So the output is equal to 1 in this place. هذا يسموه ميلي تايب. في نوعين اذا. فممكن يجيك سؤال في اكزام يقول لك سويها مور تايب ولا سويها ميلي تايب, لازم تعرف الفرق بينهم. هذا ميلي تايب لما الاوتبوت يكون هنا في سلاش مع الانبوت على السهم مع الانبوت. بس لما يكون الاوتبوت مربوط فقط بالستيت فيكون كده مربوط بالستيتس. هنا نحط الاوتبوت is equal to 0 ولا 1, معناته انه اتس مور تايب. مور تايب في نوعين, فلازم تعرف الفرق بينهم. وايضا ممكن يجيك سؤال ثاني, يجيك ستيت دايجرام يقول لك هل هذا ميلي ولا مور؟ انت تعرف الفرق بينهم عن طريق شوف هل الاوتبوت مربوط بالستيت, فمعناته انه مور. اذا الاوتبوت مربوط كده مع جاي على السهم كده مع الانبوت, معناته it is ميلي. هذا الفرق, فاحفظ الفرق هذا. اوكي اذا الستيت هذا accepts anything, اي sequence it accepts it, empty sequence او اي sequence doesn't matter, it accepts anything. ال B accepts لما يكون السيكونس آخر شيء فيها صفر. أهم شيء آخر نقطة.
هذا السي اكسبت السيكونس لما يكون اخر شيء فيها صفرين. دي اكسبت السيكونس لما يكون اخر شيء فيها صفرين واحد. الاي اكسبت اني سيكونس يكون اخر شيء فيها صفرين واحد صفر. This is deleted. So let's see now how do we finish the state diagram. طيب إذا كان جاك زيرو تروح للبي، إذا جاك واحد تقول في مكانك، يعني this is clear. والoutput يساوي زيرو. في البي إذا جاك زيرو تروح للسي، وإذا جاك واحد هل تقدر تقعد في البي؟ ما تقدر، لأنه إذا جاك واحد آخر بت حيكون واحد، البي ما يقبلك. فما صحيح. عندك حل إلا ترجع للـ A. نعم. فإذا جاك واحد ترجع للـ A. طيب هنا في الـ C إذا جاك زيرو، إذا جاك واحد تروح للـ D. بس إذا جاك زيرو الحين عندك آخر بت هي زيرو، آخر 2 بت زيرو زيرو. إن فاكت الـ C يقبلك، لأنه C يقبل لما يكون آخر 2 بت زيرو زيرو. هنا عندك زيرو زيرو ما عندك مشكلة. فإذا إذا جاك زيرو you stay here والأوتبوت is zero. الـ D إذا جاك 0 تروح للـ E. بس إذا جاك 1 أنت already عندك جاك في آخر 3 bits 001 عشان وصلت الـ D. الحين جاك 1 مرة ثانية، هل تقدر تقعد في الـ D؟ خلينا نشوف آخر 3 bits 011 ما تقدر. هل تقدر تروح للـ C؟ خلينا نشوف آخر 2 bits 11 ما تقدر. هل تقدر تروح للـ B؟ خلينا نشوف آخر bit 1 ما تقدر، لأن لازم آخر bit تكون 0 هنا. للأسف الشديد ما عندك حل إلا إنك ترجع للـ A. هذا في حالة إيش؟ في حالة الـ 1. أخيراً هنا إذا جاك 0 جيب جول، وين تروح؟ الحين جاك 0، أنت وصلت هنا 0 0 1 0 وجاك 0، وين تروح؟ جيب جول، خلاص جبنا جول، لأنه السيكونس خلصت، شوف السيكونس اللي هي 0 0 1 0 0 خلصت، فجيب 1، جيب جول، جبنا جول، خلاص ما في مشكلة. وين تروح الحين؟ أنا ودي أجيب جول مرة ثانية، ودي أقعد في E. بس هل يقبلك E؟ خلينا نشوف آخر أربع بت. What is آخر أربع بت؟ 0 1 0 0 ما يقبلك، لأنه هو يقبل بس 0 0 1 0 والسيكونس اللي عندك الحين مختلفة، فما يقبلك. هل يقبلك D؟ لازم آخر 3 بتس يكونوا 0 0 1. خلينا نشوف آخر 3 بتس 1 0 0 ما يقبلك. هل يقبلك C؟ لازم آخر 2 bits يكونوا 00. خلينا نشوف آخر 2 bits 00. yes يقبلك السي. فإذا إذا جبت 0 جيب جول وترجع للسي. وإذا جبت 1 الحين خلينا نشوف وش يصير إذا جبنا 1. هذا في حال جبنا 0. إذا جبنا 1 طبعا of course there is no goal. يعني إذا جبنا 1 there is no goal، لأنه ما في جول. You didn't get the sequence. خلاص ما في جول. لكن وين تروح؟ طيب خلينا نشوف، هل أقدر أقعد في الـ E؟ آخر 4 bits لازم يكونوا 0010. هل هم كده؟ لا، آخر 2 bits هم 0101، فما أقعد في الـ E. هل أروح للـ D؟ آخر 3 bits لازم يكونوا 001. خلينا نشوف آخر 3 bits 101 ما يقبلك. الـ D ما تقبل. هل تقبلك الـ C؟ آخر 2 bits لازم يكونوا 00. خلينا نشوف آخر 2 bits 01 ما تقبلك. هل يقبلك الـ B؟ آخر بت لازم تكون 0، للأسف الشديد آخر بت 1، فما يقبلك. إذا الحل الوحيد أنك تروح برضو، عفوا، تروح للـ A. هذا في حالة 1 و you get a 0. أوكي، we finished الـ state diagram. And it's a ميلي type، نوع ميلي. Next، عندي الانبوتس قلنا x والاوتبوت x، state variables. First of all، how many flip flops do I need؟ We need كم state عندي؟ 1 2 3 4 5. نحتاج ثلاثة.
اوكي، فمعناته this means نفس الشيء، it means three variables، three state variables. طيب ايش نسميهم؟ x y z. لا z مستخدمة هنا و x مستخدمة. ها a b c a b c بس استخدامهم استخدمناهم هنا، نعيد استخدامهم. مشكلة. إذا خلينا نسميهم Q1 و Q2 و Q3. Okay, so let's draw the state table. هنا الـ current state. Q1, Q2, Q3, input X, and this is the table. Next state, Q1 plus. Q2 plus, Q3 plus, output Z. كم حيكون طول التيبل؟ ستة عشر، 2 أس 4. فكبير، حيكون كبير. حطه هنا وشوف وشوف. X اوكي. المشكلة الحين ما ندري هذا 0 0 0 what state is this، هل هذه A ولا B ولا C ولا D ولا which one is it now? Which where are we, which state are we in؟ هذه الـ current state الحين، هذا الـ current state. أي state هذا؟ هل هو A ولا B ولا عشان أعرف الـ next أنا؟ كيف أعرف الـ next؟ أشوف آخر bits وأعرف الـ أنا وين، يعني مثل هنا عندي 3 zeros، أقدر أقول next C. إنه إيش؟ هنا عندي 3 zeros، أقدر أقول إني في state C. ليش؟ عشان هذا كده، عشان شرط السي اي 2 زيروز، شرط السي 2 زيروز واخر 2 بتس عندي 2 زيروز، ما عندها اي علاقه بالموضوع. هذه السيكونس الانبوت، هذه الاكس، هذا الاكس السيكونس حق الاكس، ما عندها اي علاقه بال برقم ستيت. حقيقة ما عندي أي فكرة، ما أدري 0 0 هذا حقت إيش، ممكن يكون A، ممكن يكون B، ممكن C، ممكن D، أنا ما قررت لسه،
لازم اقرر الحين السؤال، لازم اقرر اي ايش الكود حقه، الرقم اللي حيرم يرمز للاي وات از ات، هذا لازم اقرره انا، يسموه ستيت اساينمنت. ها وش رايكم كيف نوزع الكودز على اي طريقه اللي هي بسيطه جدا، اللي هي الاورد خلاص بالترتيب العادي خلاص من غير ما اوجع دماغي، خلاص هذا اعطيه صفر وبعدين هذا اعطيه 1 وهذا اعطيه 2 وهذا اعطيه 3 وهذا 4 وخلاص انتهى الموضوع. او ممكن اقول لحظه خلينا نشوف، سبوز نسوي ستيت تيبل من غير so the current state عندي A والX ممكن تكون يا 0 يا 1 0 1 0 1 1 2 3 0 1 0 1 فهنا A في حالة 0 A في حالة 0 وهذه B في حالة 0 في حالة 1 والC والD والE في حالة 0 في حالة 1 بعدين I do the next state. ففي حالة 0 we go to B. في حالة 1 we stay in A. ال B في حالة 0 نروح لل C. في حالة ال 1 نرجع لل A. لحظة. في حالة 1 نروح للـ A. اوكي. What is this? الـ C في حالة الـ 0 نقعد في الـ C. في حالة الـ 1 نروح للـ D. الـ D في حالة الـ 0 نروح للـ E. وفي حالة الـ 1 نرجع للـ A. الـ E في حالة الـ 0 نرجع للـ C. وفي حالة الـ 1 نرجع للـ A. والاوتبوت الزد دائما صفر الا في حاله واحده لما نكون في الاي ونجيب 0. وي كان دو ذس بدل قبل ما نحط النمبرز للستيتس ونقول اوكي انا عارف بعدين حسوي كارنو ماب، انا بعدين عشان اطلع كيو بلس لازم اسوي كارنو ماب، فممكن اقول والله انا ابغى اكثر الوانز في كارنو ماب، ممكن فائده تفيد او اقل من الوانس ربما تفيدني بعدين في الكارنو ماب. انا اقول نكثر الوانس لانه حيكون عندنا don't cares، لانه انا فقط هنا حستخدم 1 2 3 4 5 5 كودز وحيبقى 3 كودز، الثلاثة كودز اللي حيبقوا حيكونوا don't care كلهم don't care، فممكن اقول ايش خلينا نكثر الوحدات. فالاي اكثر وحدة موجودة، شوف الاي تتكرر واحدة اثنين ثلاثة أربع مرات، فخليني أعطي الـ A هي أعطيها 1 1 1 عشان لأنه تتكرر كثير، فإذا الـ 1 1 1 هي الـ A state A، وبعدين الـ B تتكرر كم مرة؟ مرة واحدة، الـ C تتكرر 1 2 مرتين ثلاثة، والـ D تتكرر مرة واحدة والاي مره واحده، فالسي ممكن نعطيها 110 عشان نكثر الوانز. البي والدي والاي يطلعوا مره واحده مره واحده، فاذا خلينا نعطي البي هذه والدي نعطيها هذه مش مازال الاي والله لي نعطيها هذه بر. اوكي انا again هذا ما انا ما not 100% sure بس كده قاعد اقول ممكن هذا يكون افضل. طيب in that case الاي when it is 0 it goes to b، البي وش الكود حقتها هذه
1 1 0 1 0 1. So we have 1 0 1. في حالة ال 1 I stay in the same place, يعني 1 1 1. What about B? في حالة ال 0 I go to C اللي هي حقتها 1 1 0 1 1 0. في حالة ال 0 في حالة ال 1 I go to A اللي هي 1 1 1. What about C? في حالة ال 0 I'm gonna go to the same place, يعني I stay at 1 1 0. في حالة ال 1 I go to D which الكود حقتها ايش 0 1 1 0 1 1. اوكي في حالة D في حالة X is in 0 I'm gonna go to E اللي هي الكود حقتها 0 0 1. في حالة ال 1 I go back to A اللي هي 1 1 1. Finally E في حالة الزيرو I'm gonna go to C اللي هي الكود حقتها كم 1 1 0. وفي حالة ال 1 I'm gonna go to A اللي هي الكود حقتها 1 1 1. في بقية الحالات it's don't care because we don't have those. الكودز هذه غير مستخدمة. فعشان again في الكارنماب حيكون يساعدنا we just use don't care. أوه خرف. أوكي إذا كنا بنستخدم دي فليب فلوب فنكون خلصنا لأنه so this is a Q 1 plus Q 2 plus Q 3 plus لأنه الفليب فلوب inputs اللي هم D1 و D2 و D3 هيكونوا هم نفسهم هذا. We just copy نفس الvalues هذه تكون هي نفسها الفليب فلوب inputs. هذا في حالة D flip flops. طبعا الoutput Z دائما صفر إلا في حالة إيش؟ في حالة state E لما يجينا صفر E وين E؟ E في حالة الزيرو we get a 1. بقية الحالات it's always a 0. هنا طبعا don't care 0 don't care don't care 0 don't care. Yes مو المفروض نستعمل JK في الفلوب exactly لكن إذا بنستخدم JK ف this is not the case ما خلصنا يعني. إذا بنستخدم JK معناته output الفليب فلوب inputs حيكونوا يا حبيبي شغل مش D1 D3 3 J و 3 K نعم ايه حيكون عندي إذن الفليب فلوب الأولاني J1 K1 الفليب فلوب الثاني عنده 2 inputs J2 K2 الفليب فلوب الثالث J3 K3 وعشان أطلعهم لازم أجيب إيش أجيب الـ excitation table حق أم الفليب فلوب JK هذا التيبل دكتور هذه تيبل ممكن تجي جاهزة في الاختبار ولا أنا أكون حافظها والله المفروض تحفظه صراحة ما هو صعب تحفظه صراحة يعني الحين ممكن تطلعها بنفسك ايوه نعم تقدر تعرف الطريقة كيف تطلعها تطلعها واكتبها على جنب لكن انك انك ما تحفظها يعني الدلال صراحة too much يعني مش عارف انا قاعد ندلف فيكم في ابتدائي ولا في ثانوي وانتم ما شاء الله طول وعرض وشنبات ولا كيف أصحابي. ما في شنبات لا في بس يعني ما ندلع المفروض اوكي المفروض ما تدلعون المفروض تحفظون طيب الحين حسب الجدول هذا اوكي نبدا في فلوب باي فلوب نبدا بالفلوب الاولاني يعني نشوف هذا وهذا ستيت هذا كارنت ستيت حقه وهذا النكست ستيت حقه في الفلوب الاولاني اوكي زيرو دونت كير فايف يو هاف دونت كير خلاص كل شيء دونت كير اصلا سو ذير از ناثينج تو دو
الله يعين، عذاب صراحة. هذا بالنسبة لل don't cares. بالنسبة للأماكن الباقية، أوكي. سو هنا current state 0 to 1، إيش يقول 0 to 1؟ 1x. بعدين 0 to 1 برضو 1x. هنا 0 to 0 حسب الجدول 0x. 0 to 1 برضو 1x. 1 to 1 x 0. 1 to 1 هذه كلها x 0. x 0. 1 to 0 x 1. 1 to 1 x 0. 1 to 1 x 0. طيب نعم فليب فلوب الثاني، يعني نشوف هنا ونشوف العمود هذا. So 0 to 1 1x برضو 0 to 1 1x. هنا 1 to 0 x 1 1 to 1 x 0. واو 0 to 1 1x 0 to 1 1x 1 to 1 x 0 وين كنا الحين 1 to 1 x 0 اوكي 1 to 1 x 0 الله 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 الله. Finish this, huh? 0 to 1, 1x. 1 to 1, x0. 1 to 1, x0. 1 to 0, x1. 1 to 1, x0. يا ساتر. لو حطيت خطوط هيك كان احسن. طيب بسم الله. Now we're going to look at this column. This column. الله يعين. So 1 to 0. X1. X1. 1 to 1. X0. One to one x zero. No, 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 no. This one. One to one x zero. Next, go here. One to zero x one. One to one x zero. 0 to 0, 0 to 0, صح؟ 0 to 0 to 0. 0 x. 0 to 1, 1 x. This is يعني صعبة مرة مرة، تركيز كبير، أي غلطة رحنا فيها. 1 to 1, x 0. أخيرا 1 to 1, x 0. يا ساتر. ضغط نفسي. طيب now we're ready to do الكارنو مابس. So we need to keep the same order. We have Q1, Q2, Q3, X, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1,
10. We gotta have this copy. Nisba, this is for, oh my god, JK, J1, K1, J2, K2. And then J3, K3. وبعدين برضو واحدة أخرى 4. Set. Okay, so let's start with J1. XX11. لا خلينا نحاول نحط خط كده. It's not easy, but good, good. So XX10. XX كلها اكسات وكلها اكسات. اوه كويس الحمد لله. This is gonna be nice. حيكون في اختصارات. بالنسبة لK1 اربع اكسات. بالنسبة لك اربع اكسات اخرى. Now XX00 and then 0100. بالنسبة J1 K1 J2 K3 J2 XX11 XX01. Oh my god, I'm in J2 right now. خبصت. J2 XX11 أربع أكسات. XX11 وأربع أكسات. K2 أربع أكسات XX01. أربع أكسات 00101. أخطأت خطأ كبير كبير كبير. شفت هذا شباب اللاست تريك هذا الجزء هذا والجزء هذا لازم يسوي لهم فليب صح؟ ما أحد فيكم انتبهنا على النقطة هذه. يعني هذا لازم يسوي لهم فليب هذا الصف هذا والصف هذا. بس الحمد لله هم نفس الشيء هنا الحمد لله ما تفرق. لكن هنا تفرق يا حبيبي. اوه تفرق تفرق تفرق. So this have, we have to fix this. 01 فوق و XX تحت. هنا برضو تفرق. شباب نايمين ولا صاحين ولا وينكم؟ لا معك دكتور. معك. طيب كيف ما انتبهت النقطة هذه؟ ومصدعين مثلك. مصدعين مصدعين يا دكتور مثلي. مثلي أنا. أنا انتبهت لها. طيب J1 K1 J2 K2. إيه يلا. نخلص. الحين نقلب هذا من اثنين. إذا نبدأ ب 0001. بعدين أربع أكسات. Now J3, J3, بسم الله. أربع أكسات، أربع أكسات. واو حلو هذا. كم شوف الأكسات أفرح. أي والله. ممتاز. أربع أكسات، أربع أكسات. Now 01XX. Then تحت أربع أكسات. أخيرا K3 XX01 XX00 هو XX01 XX00. Very good. Now XX00 وبعدها XX01. سبحان الله في تناظر فيها. Very good. أوه. الحمد لله أخيرا. يلا شوف هذه أسهل وحدة. أجزت. كلها once.
J1K1 J2 هذه J2 شوف أسهل واحدة هذه تساوي واحد لأنه كلها أقدر أحطها في جروب واحد شفتوها هذه أول مرة تشوفوها صح حلوة عجبتكم ما عجبتكم والله حس. جميلة لا والله حلوة والله جميلة أنتم أجمل رهيبة أنتم أيوة أول مرة تشوفوها فأني كويس مثال كويس هذا شوف كلها جروب واحد أبو 16 هذا الزد عندك أصفار هنا وبعدين عندك XX00 طيب يلا بالنسبة لهذه في جروب أبو 8 كثير في هذا أبو 8 وفي هذا أبو 8 وخلاص يغطوا كل الوحدات فإذا الإكويشن حقت J1 تساوي إيش؟ الجروب هذا الكبير أبو 8 يعطينا Q2 bar ولا؟ Q2 bar or الجروب هذا يعطينا X طيب K2 في جروب أبو 4 هنا أبو 8 ما في أبو 8 ما في أوكي سو جي سو كي 1 عفوا تساوي إيش تساوي كيو 3 بار يعطينا أو شيء اي صحيح ها يعطينا هذا Q3 بار اكس احسنت اوكي هير في عندنا الواحد هذا جاي وحده سبحانك اللهم جروب ابو 2 هذا ايه صح ابو 2 صح جروب ابو 2 يس احسنت سو ذس از هذه اكس تساوي Q1 bar Q2 bar X bar هذه الزد يا دكتور الزد طيب K2 في عندك الواحدين هذا مش مع أربعة ثمانية ما يمشي كده ثمانية ما يمشي سو هو الوحيد هذا يعطيك Q3 X bar طيب J3 is equal to في جروب أبو 8 خلاص يغطي كل شيء يغطي الواحد اللي حجمه فالجروب أبو 8 هذا يعطينا إيش؟ X أخيرا K3 أبو 8 ما يمشي أربعة في الزوايا الزوايا بس اوكي غيرها ما في الزوايا ايش يعطينا يعطينا Q2 bar and X bar اوكي خلينا ننفذ الدائرة هذه
قلنا فليب فلوب ثلاثة. دكتور طيب الكي 1 بار ما طلعتها. ما طلعتها شفت ابغى مكانها هذه صح. ايه اوكي سأنت تر انت كود انت تروح هنا سكند وان تروح هنا ثيرد وان تروح هنا فورث تروح هنا 1 2 3 4 5 6 ليش احمر؟ دكتور هذه اكس وهذه اكس بار. All right. Let's do the equations. J1 ايش؟ Q2 بار بلس X بالنسبة ل J. هذه كلوك بالنسبة لجي
Q2 bar الخط الرابع 1 2 3 4 Q2 bar مع X بالنسبة ل K1 هذه K1 it's an end between Q3 bar Q1 Q1 bar Q2 Q2 bar Q3 Q3 bar and X بالنسبة ل J2 is just a 1 K2 is just Q3 X bar Q3 Q1 Q2 Q1 Q2 Q2 Q3 X bar هي آخر واحدة بالنسبة هذه K2 خلصنا Now we go to J3 It's just X J3 is just X K3 is an AND ما بين Q2 bar Q1 Q1 Q2 Q2 bar X bar Finally, what do we have? We have X. We have the Z. Z here and we have three inputs. Q2 bar, Q1 bar, Q2 bar, X bar. All right. Oof, خلصنا. I hope that we didn't do a mistake. هذه هي Z. So it should give us a sequence 00. لما ندخل لها sequence 00101, it should Z يولع. So if we start this. 2 seconds, the clock حقها 2 seconds, I'm gonna do 2 seconds. So as you can see, Z is always zero, then we're not getting the sequence. احنا نتحكم في, so the clock here is changing, Z is always zero. الحين هذا falling edge, rising edge. Falling edge, rising edge. Falling edge, rising edge. فاحنا كل rising edge هنسوي, هندخل input الحين. Falling edge, rising edge, دخلنا واحد. Falling edge, لا ما نبغى ندخل 0 0 1 0 صح؟ ايش هذا؟ input هذا ما يتغير ليش؟ لازم تضغط السهم الاصبع طيب سو حنبدا السيكونس حندخل لما تجي الفولينج ايدج احنا حندخل هنا رقم عشان في الرايزنج ايدج يدخل هذاك الرقم ففي الفولينج ايدج حنبدا نلعب فيها نغير في هذه 0 0 1 0 0 اوكي بسم الله فولينج ايدج 0 دخلنا 0 الحين falling edge another 0 falling edge 1 falling edge 0 falling edge 0 normally now it should be 1 yes go الله تشكر الله تشكرات nice والله انت من نايس الله نايس والله ان شاء الله تكون عجبتكم I'm sorry I took more time فنشوفكم على خير وانت بخير دكتور تفضل